وش المهندسين معتصمين بالماء والفلفل الحار. وش المهندسين معتصمين بالماء والفلفل الحار. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم في كل موضوع نطرحه في كل حلقة من حلقات برامجنا اليومية. بداية أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل على واحد من الأرقام التالية، هالرقمين اللي تشوفون أسفل الشاشة ذني مخصصات إلى داخل العراق، أي شخص من داخل الفاو يقدر يتصل بنا بأي دقيقة وبأي لحظة بالبرنامج حتى نسمع رأيه وتعليقه. أما الأرقام الثلاثة اللي تشوفوها بالشريط هنا ذني مخصصة إلى داخل العراق إلى خارج العراق على حد سواء، أي شخص على وجه الكرة الأرضية يقدر يتصل بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا هذا مخصص لبرنامج الواتساب فقط، هذا الرقم غير مخصص للاتصال، ما أقدر أستقبل به أي مكالمة صوتية، ما أقدر أستقبل به أي رسالة صوتية، لا حد يزعل من أدنى. أكو هواية دا يتصلون على برنامج الواتساب ما نقدر نستقبل به اتصالاتكم، فأتمنى أنه تعذرونا بهذا الشيء وتتصلون بنا على الأرقام الأخرى، وأتمنى أن تكون رسائلكم مكتوبة ومتبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة. بداية نحب نشير إلى التقرير السنوي لهيئة علماء المسلمين اللي تعدب كل سنة، وقالت بهذا التقرير أنه في عام 2020 استمر عمليات القتل والقمع مع انهيار صحي واقتصادي وإصرار حكومي على حماية القتلة والفاسدين. وقال الدكتور أيمن العاني مسؤول القسم أنه التقرير كشف عن مقتل نحو 2000 مدني من شهر كانون الثاني من العام الماضي، بمعدل يشير إلى مقتل 5 مدنيين كل يوم، ومن بينهم نحو 300 متظاهر وناشط مدني في وقت سجلت فيه أعداد المعتقلين ارتفاعا مهولا في المدة نفسها، بعدما تجاوز مجموع المعتقلين أكثر من 135,000، وأنه الارتفاع حصيلة وفيات المعتقلين بالعام الماضي بمعدل وفاة معتقل واحد كل 3 أيام بالسجون، يشير إلى أن من بين هذه الوفيات معتقلون جرى إعدامهم بعد صدور قرار بالإفراج عنهم. وتناول التقرير ملفات ومحاور عدة من بينها ملف النازحين والسياسة الحكومية القائمة على منع آلاف العائلات من سنوات من العودة لديارها بحجج واهية. مقبرة الإسحاقي اللي تم اكتشافها قبل أيام، اليوم مصادر من أهالي ناحية الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين يأكدون أنه لقوا مقبرة جماعية جديدة لمغدورين من أهالي المنطقة، وأكد الأهالي أنه داخل هذه المقبرة أكو جماجم عليها ثقوب، بعضها وجد إلى جانب ملابس مدنية وأحذية رياضية صغيرة الحجم تعود لصبيان تحت عمر 16 عام، ويأتي هذا بوقت طالبت بعشائر محافظة صلاح الدين الجهات الدولية بالكشف عن مصير المفقودين والمقابر الجماعية اللي خلفتها العمليات العسكرية، وأكدوا وجود أكثر من 3000 مغيب ومفقود بعد انتهاء المعارك التي انطلقت بين عامي 2015 و2016. نتحول للنازحين، احتراق عدد من خيام النازحين بمحافظة هوك، وأنه النيران التهمت 9 خيام لنازحين بمخيم باجد كندالة، وهذا يأتي في وقت يعاني به النازحون بالمخيمات من أوضاع معيشية قاسية وسط موجة برد شديدة وغياب وسائل التدفئة. مواقع الأجنبية تقول الحكومة العراقية فشلت في تأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين،
موقع المونيتور الأمريكي يقول فشلت الحكومة في تأمين الأوضاع المعيشية للنازحين بعد إغلاق مخيماتهم وإعادتهم إلى مناطقهم قسرا. ويضيف الموقع أن الحكومة أغلقت 50 مخيم وما تبقى عندها غير بس 29 مخيم وما حلت أي مشكلة وتتخذ إجراءات أمنية تمنع وقوع النازحين فريسة للميليشيات. وأكو تقاعس حكومي في قضية أعمار الموصل والمدن المدمرة، وأخذ فريق من المتطوعين الشباب على عاتق مهمة إزالة الأنقاض من مواقع منازل مدمرة غرب الموصل وراء 3 سنوات من استعادة السيطرة على المدنيين. هذا اللي سألنا عليه قبل أيام بحلقة من حلقات صوتكم، أنه أنتم انغلقتوا مخيمات النازحين، النازح اللي عايش بخيمة بهذا المخيم يرجع لمنطقته وين يعيش؟ وين يقعد هو وعائلته؟ المهم فريق المتطوعين سموا نفسهم مثابرون للخير التطوعي، وأزالوا أنقاض المنازل المدمرة بحي الشفاء والزنجيلي غرب الموصل، وقالوا أنه عملهم يتركز على إزالة العراقيل أمام إعادة الحياة لهذه الأحياء من جديد. والأمم المتحدة قدرت أنه أكثر من 8000 بيت دمرت بالموصل إثر عملية عسكرية استغرقت 9 أشهر وخلفت 9000 قتيل، وبعض الجثث لا تزال تحت الأنقاض. هاي مختصر الأخبار اليوم. أما اللي أريدكم تحجون به وأتمناكم تحجون به قضية الانتخابات. مصطفى الكاظمي أول ما أجابوه وراء سلسلة من الترشيحات الفاشلة، قصي السهيل وفالح الفياض وعلي علاوي وهواية، إجانا مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي على أساس أنه جاي يلبي مطالب المتظاهرين، وعلى أساس أنه راح تكون هناك أكو انتخابات مبكرة، طلع وراء فترة وأعلن أنه حزيران المقبل شهر 6 الجاي، يعني بعد 5 أشهر، على أساس راح يكون هذا الشهر يشهد موعد الانتخابات المبكرة بالعراق. السؤال اللي ينطرح هنا، المتظاهرين والناس طلبوا أنه كل من شارك بالعملية السياسية من 2003 لليوم ما يلقوله اسم، الأحزاب والكتل المتهمة بالفساد تتحاسب، إعادة أموال العراق، وأن تكون حكومة وطنية مو أنت اللي راح تجي وراك، وأن تكون هاي الانتخابات بإشراف أمم متحدة أو إشراف أممية وتكون شفافة ونزيهة، هذا مطلب كل شعب. لكن سوانا مفوضية بين قوسين مستقلة للانتخابات، رئيسها يتبع أو كان مرشح عن حزب الدعوة، الأخ من التيار الصدري، الأخ من الفضيلة، الأخ من بدر، وهي مستقلة، وين الاستقلال ما أدري. المهم طلعت المفوضية قالت إحنا ما نقدر نسوي انتخابات بشهر 6، على أقل تقدير يا 9 يا 10. وراها قالوا لا، إحنا يكون موعد انتخابات 10 ويكون شهر أيلول اللي هو شهر 9 الجاي موعد حل البرلمان والتأسيس لهذا الشيء. شهدت الأيام اللي مضت هاي تأسيس كتل سياسية جديدة، بس المشكلة أنه هاي الكتل السياسية الجديدة هم نفسهم بالبرلمان، هم نفسهم اللي كانوا بالكتل السياسية السابقة، إلا اللهم طلع لنا واحد مثلا عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة السابق أسس لحزب جديد، باقر جبر صولاغ أبو الإدريلات أسس لحزب جديد. زين شو استفاد يعني؟ أريد أسأل سؤال واحد، وين مطالب المتظاهرين ومطالب ثورة تشرين من هاي الأحزاب اللي تتشكل من نفس الأشخاص اللي جوي باقوا وسرقوا ونهبوا وكتلوا بالناس؟ أبو علي وياي؟ أبو حيدر من كربلاء، عفوا أبو حيدر، حياكم الله، أهلا وسهلا. أبو حيدر، أبو حيدر، هلا بيك عم أبو حيدر. حقيقة الموضوع اللي طرقت انه سرقت مطالب تشرين، نعم، الاحزاب الحاليه قاعد
قاعد تماطل وتسوي في هذه المطالب. هي انه احد اهم المطالب كان اجراء انتخابات مبكره. نعم. وهذا المطلب بدا يتعرض للتسويف. بالاضافه الى انه من مطالب محاسبه قتلة المتظاهرين، المفسدين، السلاح المنفلت الى اخره، كل هذه المطالب. يعني احنا كنا نقول السلاح المنفلت، حاليا السلاح المنفلت قاعد يتعرض للخضراء اللي هي معقل الحكومه الحاليه. نعم. طيب تنوع سيادتك او حضرتك الى موضوع جدا حساس، انه الكيانات الحاليه اللي مسيطره على زمام الامور بدات تعيد انتاج نفسها باسماء جديده قريبه من تشرين. نعم. والامثله اللي وردتها حضرتك احنا راضينها وراضين اكثر من ذلك. طيب على سبيل المثال باقر جرس طولار، عبد السلاح السوداني ايضا عنده حزب، هم كلهم يعني كلهم هم عندهم احزاب ابو حيدر، هم كلهم ما شاء الله عندهم احزاب. يعني هسه تجي على كل واحد بهم شكل حزب. حنان عندها حزب، وعاليا صيف بحزب، والمالكي عنده حزب، وحيدر العبادي عنده حزب. طيب بس احنا عندنا مشكله هسه تشرينيه. نعم. اللي هي انه احنا لحد الان من الصعوبه ان نتوحد. حاليا لا اخفيك سر انه تعقد عده اجتماعات في عده محافظات لتوحيد التشرينيين، مع العلم انه احنا عندنا قناعه انه راح نتعرض للسلاح المنفلت، وراح نتعرض للتزوير، راح نتعرض لكل هذه المؤثرات، ولكن لان الخيارات اللي قدامنا قليله جدا، حيث ان المجتمع الدولي وبالتحديد ايران وبالتحديد امريكا ترفض بالقاطع تغيير هذا النظام بسهوله. قد يكون بعض المشاهدين يتلقون هذا بشكل غريب، ولكن هذا واقع الامر. امريكا اللي هي المؤثر الاكبر في المجتمع الدولي ترفض تغيير هذا النظام. طبعا يعني انت تتوقع واحد يعطيها كل هالمنافع وكل هالفوائد تغيره؟ اذا انا ناس متفقين، بس اكو ناس لحد الان يراهن على المجتمع الدولي. نعم. هاي احد الرسائل. نرجع الى اجتماعاتنا المتكرره لتوحيد الصف التشريني والمدني بكيان واحد لعده اسباب. واحد، نحصل على ثقه الناخب، هذه احد الجوانب. ثانيا، نقنع الدولي والمراقب الخارجي بان هنالك بديل لهذه الطغمه اللي حكمت العراق كل هذه الفتره الطويله، ووصل من خلالها العراق من سيء الى اسوء. نعم. ان شاء الله نستطيع بدعم الخيرين نستطيع ان نوصل هذا الكيان الى النور، مع تحفظنا على الاليه، ومع تحفظنا على وجود سلاح منفرد، ومع الى اخره من هذه التحفظات الكثيره. صعوبه انه ننجح بهكذا ديمقراطيه مشوهه الى اخره. وياك. تمام. شكرا 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 لك ابو حيدر. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله وتوم يا استاذي، يا نسمي يا محترم. حياك الله. هذا اسال بالنسبه للمرشح البرلمان الجديد، لازم يمارس دوره بالحياه. مرشح البرلمان الجديد لازم يمارس دوره الشعبي والوطني، ونتمنى من البرلمان والحكومة يلبي مطالب وهموم نصف المجتمع ونصف الجمهور ونصف
يا أستاذي المواطنين، أيضا مكافحة البطالة والفقر، ومتى يعود النازحين إلى أوطانهم ومناطقهم؟ وآخر الكلام، نتمنى السعادة والسلامة لأصحاب النوايا الحسنة، وشكرا لك يا أستاذي يا محترم. شكرا شكرا لك أخ سعد. أخ سعد يقول مرشح البرلمان جديد لازم يمارس دوره بالحياة. أخ سعد، دول اللي يرشحون للبرلمان من 2003 إلى اليوم، من أول انتخابات صارت بال 2005 لحد الانتخابات الأخيرة، دول اللي كانوا يرشحون نفسهم، تدري دول شنو حياتهم؟ هذا يرشح يتمنى يفوز بالمنصب، إذا فاز بالبرلمان راح يجيب ولد عمه ولد خاله ولد قرايبه كلهم يخليهم حمايات وهمية حتى يأخذ رواتبهم هو، ويأخذ مخصصات سفر ويسفر أهله للخارج، ووراها ينتظر الشتاء. ليش ينتظر الشتاء؟ حتى تمطر الدنيا، حتى تفيض بغداد، تغرق بغداد، يلبس الشظمة مالته وياخذ له تنكر ويروح يوقف له بمنطقة من المناطق ويقول لهم شوفوني داشيل مي المطر من بيوتكم. هاي دورة الحياة مالتهم. ويتعاركون ببيناتهم، وكل دورة برلمان لازم يحكون على الفساد، ويجينا البرلماني ان السياسة في العراق فيها فساد كثير. ان العراق يشوبه الفساد. ان العراق ينخر به الفساد. هاي يحكيها، بس انه يمارس دوره الحقيقي في مكافحة الفساد مستحيل، وانه يفكر في هموم المواطن مستحيل، ويقضي على البطالة والفقر مستحيل. جوي للعراق بال2003، دوروا بالانترنت واقروا نسب الفقر بالعراق بال2003 شقد، وشوفوها بال2021 شقد، تعرفون انهم ذولا لهم سبب في افقار نصف الشعب العراقي. بال2003 ما كانت اكو امية بالعراق، 50% من الشعب العراقي اليوم ما يعرف يقرا ويكتب. اذا ذولا لهم دور في تخلف الشعب العراقي. ممتاز من رومانيا، حياك الله يا ممتاز. حياكم الله. هلا بيك اخوي. الله يديكم ان شاء الله على البرنامج هذا وعلى المحطه مالتكم. على الراس اخوي. بالنسبه للانتخابات، اذا واحد ما يجي ابا وجدا يكون عراقي، مستحيل العراق يصير فيه خير، مستحيل. نعم. لان هذول كلهم حكام يجون كلهم كانوا خارج العراق 20-30 سنة. ثاني إذا يجيبوني مثلا ويحطوني وزير، أنا شفتهم 30 سنة صار مسافر من العراق، شفتهم عن العراق عن الشعب. هذا السبب، إذا ما يجيبون واحد عايش من العراق بالعراق من هو وطفل، مستحيل ينجح العراق. الشيء الثاني، الانتخابات كلها مافيا وغسل أموال، يطون كم فلس للفقراء وعلاقة أكل وما أدري شنو فواكه دابة وتخبونة وما أدري شنو، وفضلت راح هاي كل الانتخابات وهاي كل العالم تصير. يعني ما هاي الحكومة مالتنا وهاي السياسة وهاي نعم. غير شيء ماكو بعد. يعني هاي كل الحل الوحيد، يجيبون واحد من عراقي أبا وجدا، وإذا ما يطلعون الإيرانيين والحشد الشعبي من العراق، مستحيل العراق يصير مثل الناس ومثل باقي الدول العالم. ورجعونا 100 سنة لورا هم والأمريكان. وشكرا لكم وممنون هوايا. شكرا شكرا لك أخ ممتاز. لا شكر على واجب، هذا يعني واجبنا كقناة تلفزيونية محبة لبلدها ومحبة لأهل بلدها، أنه تبين للناس حقائق الأمور اللي تصير بالعراق. اليوم من جوي هم بال2003 على ظهر الدبابة الأمريكية، كلهم أعلنوا أنه راح يسوون العراق جنة. كلها تتذكر الوعود اللي حكوها. واحد طلع، ليش نقول واحد؟ حيدر العبادي طلع وقال أنا أفكر بالنقل العمودي، ما فكر بالأفقي، تكنولوجيا ما موجودة بالعالم، أرد أدخل العراق. حسين الشهرستاني طلع لما كان وزير طاقة قال قريبا جدا راح يكون اكتفاء ذاتي من الطاقة الكهربائية، والعراق يقوم يصدر كهرباء إلى دول الخارج. لليوم محافظة ما بها محطة توليد كهرباء، نستورد الكهرباء مالتنا من إيران، بلد نفطي، بلد بنفط وغاز، يستورد النفط والغاز والبنزين والديزل السولار الغاز،
من إيران وكهرباء عدا المواد الغذائية اللي هي أصلاً موجودة عندنا. العراق بيه الزراعة طماطة بس ما يدعموها، ليش؟ حتى يجيبون الإيرانية. أبو طه من بغداد حياك الله. ألو، السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. تحية خاصة لك ولأخرات الرافدين. حياك الله أخوي. أستاذ أفل، بالنسبة للانتخابات، إحنا الانتخابات ما يشيل من عندها. الانتخابات احنا سدى أقول لك يعني قدام انتخابات مزورة. نعم. وما تنجح الانتخابات ما دام هاي الكتل السياسية موجودة. هم نفس بدأوا يتحركون، جيب بطاقتك، جيب معرف شنو، جيب كذا. فالانتخابات يعني لا يسووها أحسن لهم، يصرفون أموال والعراق بحاجة لهاي الأموال، وراح يصرفون أموال وتعب وركض ومعرف شنو وخطورة. فإن الانتخابات مزورة ومحسومة من قاحة، كل واحد أخذ منصبه بالدولة زين وكل شيء منتهي. فإذا راح يسوون انتخابات أما حشاك يضحكون على نفسهم وحاجة الشعب العراقي، أما يضحكون على الشعب العراقي، بس الشعب العراقي بعد هين يضحك عليه. الفات مات مثل ما يقول أبو المثل، والشعب العراقي بعد هين يضحك عليه. وبالنسبة للاستيراد ما أعرف شنو، كل هاي خطة مدروسة من قبل الحكومة يعني حتى تساعد جارة السوق إيران تدزلنا البضاعة مالتها حتى نساعدهم على الحصار اللي عندهم. يعني احنا نساعد ايران بالحصار واحنا علينا حصار، الزراعه ممنوع علينا، الصناعه ممنوع علينا، التجاره ممنوع علينا، كل منين يستوردها من ايران. هذا العراق يستورد طماطم من ايران وشلغم وشندر، وين زراعتنا؟ بلد نفطي زين يستورد غاز الاطباق الكهربائي من ايران، وهذا الغاز ده يحترق، ليش مش حيستخدموه؟ ليش ايران هومية تعاقل علينا؟ قللوا الغاز الا دفعونا اموال، وشن الواقع بيها؟ الواقع بيها المواطن الفقير يعاني من الكهرباء. يعني مسح على نفسه، طلع مسؤول ناطق باسم الكهرباء البارحة على قناة دجلة وي سحر عباس يقول احنا بدنا نوفر الكهرباء يوميا 20 ساعة، يعني انقطاع 4 ساعات ليل ونهار. هو رجال كبير بالعمر ويكذب قدام الشعب العراقي، وين ال 20 ساعة؟ يعني محب بلغوا اهل المولدات الاهلية يشغلون 4 وتطفون ساعة استراحة، اذا كهرباء وطنية ماكو. اسال احتياج كهرباء ما عندنا، ابو المولد مطفي استراحه. نعم. طفوها في العشرة راح يشغلنا بال 11، ردي طفيه ب 12 وننام بدون كهرباء. وين الطاقه الكهربائيه اللي يحكون عليها؟ وين الزراعه اللي يحكون عليها؟ وين الصناعه اللي يحكون عليها؟ والله العظيم حج الشعب العراقي، خلي هالحكومه هاي تقوم نفسها باي مقبره. حج مقابر الاسلام، مقابر الاسلام تتبرى من هيك نماذج. ذول حتى الاسلام تبرى من عندهم. لا هم اسلام، لا هم يهود، لا هم صابع، لا هم يزيد، من يام اللي ذولا مدمرونه. يطلع المالكي وقال راح نصدر كهرباء، ويطلع الاخ قال راح نصدر كهرباء. يعني مسؤول على مستوى دوله ويطلع امام العالم كله على الفضائيات يكذب. زين شلون المواطن العادي؟ يعني والله ما اعرف هذا الشيء. يعني ده يكذبون باسم الشعب والشعب عارفهم. والله ما اعرف شلون ذولا يفكرون وشلون يقودون بلد. ذولا بايام الجيش السابق فصيل من الايام قبل ما اخليهم يقودوا، كل السياسيين شرع كذا، كل السياسيين ما اخليهم يقودون فصيل واحد بينهم حيدبروها. شلون جود الحكم بس عم خلف الله على امريكا جاوبتهم، هذول مو مال حكم ترى استاذ ابل، دول اصلا هم مال حكم. خلف الله على امريكا جاوبتهم، وسيدعون خل تطلع القوات الامريكيه، طلعوا انتم وياهم هم جابوكم، خذوهم وطلعوا، ما بيشكم احنا لا انتم لا الامريكان، خذوهم وطلعوا. لانه تعبتوا للشعب وقعتوه، خليتوه افقر شعب بالعالم، هو كان اغنى شعب بالعالم.
وانا اشكرك استاذ افل. شكرا 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 لك ابو طه. ابو راشد من عمان حياك الله يا ابو راشد. تحيه لك اخي اسد والمشاهدين المحترمون. طال عمرك بالنسبه لتاجيل الانتخابات البرلمانيه العراقيه ولذلك على ما يتوافق مع الانتخابات الايرانيه، الايرانيه شهر 6 الانتخابات، فهذه الاحزاب تابعه الى ايران، النتائج الايران اهم من الانتخابات العراقيه. وبالنسبه للنازحين يجب ان المسؤولين الدولة يكون أن تأمين السكن لهم والمأكل والمشرب والكهرباء والماء قبل عودتهم إلى ديارهم، وتأمين التأمين الصحي، وخاصة في الأوضاع الحالية الآن والجو غير مناسب، يجب أن التأمين الصحي وفحص كورونا بالكامل قبل عودتهم إلى منازلهم. ويعطيك ألف عافية ومشكور. شكرا شكرا لك أبو راشد. كل اللي يحكوا الأخوة المشاهدين والمتصلين بالبرنامج يقولون أنه الشعب العراقي له حقوق. احنا نعرف أن الشعب العراقي له حقوق، لكن المشكلة من يحكم هذا البلد حاليا أو المتسلط عليه، لأن هو ما يحكم، هو دا يسلط عليه ودا يجور على هذا البلد. المتسلط على هذا البلد ممن يسمون نفسهم بسياسيين، هم ما يفكرون بالمواطن. هو لما نجي كان البلد ما بأمية وصار البلد نصه بأمية، والبطالة اللي انتشرت بالبلد، إضافة إلى أنه يطلعون الناس يقولون إحنا ما نريد عقود، إحنا نريد تعيين، ينضربون وينهانون، مهندسين يظهرون أمام شركة من الشركات يقولون إحنا نريد رواتبنا، ينضربون وينهانون. هو فماذا يفكر بالمواطن؟ هو لو يفكر بالمواطن كان على أقل تقدير لو كانت هاي الحكومة تملك ذرة من الغيرة، لما يطلع رئيس الدولة اللي احتلت هذا البلد، مو بوش اللي جا وراء أو الورا الورا، ويقول احتلال العراق أكبر خطأ سياسي، وأنه احتلال العراق بني على كذبة كذبوا بها على الشعب على العالم كله، كان على أقل تقدير راح يفكر شلون يرجع حق الناس اللي راحت بالحرب اللي شنتها امريكا والتحالف اللي وياها اللي طبوا للعراق وقتلوا وما قتلوا واذوا وما اذوا واغتصبوا وما اغتصبوا. بس بالمقابل دونالد ترامب من يطعفوا على سبايكا، عفوا على كولووتر مجزرة ساحة النسور، حقه يقول لك اذا هم ما مهتمين بهالبلدهم على شنو بعد؟ ميسون ويانا من بغداد حياك الله. ميسون؟ ميسون وياي؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك عيني أسعد؟ حياك الله أختي أفل وياك. شلونك عيني؟ هلا بيك امه. على مود الانتخابات وهاي الوضعيه، يعني كلها نفس الوجوه كل سنه وكل اربع سنين يحطون اياهم نسيتهم، يعني شنو اللي تغير بالموضوع؟ نعم. اي يعني هم نسيتهم، لو حتى نروح ننتخبهم ونسيتهم، كل شيء ما سووه للبلد، كل شيء ما سووه للعراق، نفس الوجوه، نفس الوضعيه. يعني سووا لنا كل شيء ما سووا لنا. زين والحال اختي ماكو، يعني حتى اذا يقول يا اهل يقول له روح انتخب يقول احنا ما نروح ننتخب، هو نفس الوجوه يبغون هم ونفس الوضعيه ونفس يعني ماكو تغيير اي شيء بالموضوع. كل اربع سنين روح انتخب وروح هاي ونفس هاي، كل شيء ما يسوون للبلد ولا يسوون للعراق ولا يسوون للهاي، يعني شو يسوون؟ كل شيء ما يسوون. نعم. اي يعني هي الوضعيه نفسيك، على شنو نروح ننتخب؟ نبقى ببيوتنا احسن لنا وخير لنا، لا ننتخب ولا هاي. يا اللي يجينا نفس الشيء ما يسوي شيء. اخت ميسون، اخت ميسون مره خصك قالوا الشعب العراقي اليوم تعداده 40 مليون نسمه، و40 مليون نسمه ما راحت للانتخابات نهائيا، وطلعوا وقالوا لا
شاركوا بالانتخابات وفزنا والشعب العراقي يعرف بيهم انه هو ما مشارك، يسكت لهم؟ اقول لك هم مطلعوهم جناسي، يسوون جناسي من غير دول يجون ينتخبون بدال العراقيين. نعم مسوي لهم جناسي عراقي ويجون ينتخبون، مو يزورون كل سنة وعام يزورون بالانتخابات ويبقون الاصوات مال العراقيين. يعني تسووا لنا كل شيء ما سووا لنا هم. يلا سووا للعراق، طلعوا الابرياء، انطوا عفوا للسجناء، سووا يعني امنوا الوضعيه للشعب، وين ما تروح حتى امان ماكو. قبل بايام قبل العالم تطلع نص الليل وربع الليل، هسه الليل 12 ما حد يقدر يطلع. امان ماكو بالعراق، العراق قبل امان ورحمن وناس سوى على ناس، هسه ماكو حتى قام ما حد يثق باحد. نعم. اي يعني حتى ثقه ماكو، يعني حتى العالم قامت تخاف، وضعيه امان ماكو، ما تقدر تطلع، ما تقدر تطب، تخاف. شنو الامان سووا للعراق؟ كل شيء ما سووا، لا غيروا حكومه، لا غيروا وضعيه، المتظاهرين يطلعون يريدون تغيير، يريدون يعني عداله، ماكو. سووا شيء للمتظاهرين؟ حتى المتظاهرين كل شيء ما سووا لهم، راحت هواي دم ابرياء ودم شهداء، والعراق كل سنه وعام ينطي ابرياء وينطي شهداء، ودم العراق صار يمشي مثل سبر المي. يعني عندهم عادي، قام العراقي يموت، العراقيه تموت عادي، واحنا هواي فقدنا شهداء، فقدنا شهداء بالانبار، فقدنا شهداء بالفلوجه، فقدنا شهداء ببغداد، بكل انحاء العالم فقدنا شهداء. نعم نعم. يعني ماكو اي تغيير، فاحنا نظل قاعدين ببيوتنا حتى انتخابات ما ننتخب. شو يسوون؟ حتى اذا ننتخب نفس الوضعيه، كل اربع سنين روح انتخبوا، هم نفس الوجوه ونفس الكراسي ومتعاركين على البرلمان. نعم، شكرا شكرا لك اخت ميسون. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. عليكم استاذ افهم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بالنسبه للشعب العراقي عامه، يعني ما عندنا بعد ثقه بكل السياسيين اللي راح يرشحون بهاي المرحله القادمه. نعم. لان جربناهم هاي الفتره 17 سنه بكل القوائم اللي دخلوا بيها والكتل اللي سووها والمناصب اللي صارت مناصب كلها محاصصة، يعني والدليل على التشكيل بعد الانتخابات من يصير تشكيل الحكومة يظلون أشهر، أكثر من 6 أشهر وأربعة أشهر في سبيل يخلون المناصب لفلان وعلان. يعني نعرفها أنها شون واحد طابلك عبالك مزايدة، جاي يزايدون واحد يزايد على الأخ، ياهل يدفع أكثر يصير. فمرحلة 17 سنة ما شفنا خير من عندهم، وما عندهم أي إنجازات، وكلهم بدون استثناء السنة قبل الشيعة. يعني هسه لو شوف المجتمع همنا بالجنوب ودرجة الفقر، يعني اللي واصليها والجوع والعطالة وشغل ماكو، بطالة وشغل ماكو، تعيينات ماكو، يعني أسوأ من المحافظات الغربية. يعني المحافظات الغربية مهما يكون هذا الإرهاب داعش والمراحل اللي مرينا بيها، بس حاليا أفضل من الجنوب، أفضل من الجنوب، والدليل موجود على واقع الأرض. لكن الناس فقدت الامل بكل السياسيين، فقدنا الامل نهائيا. يعني المالكي، صالح المطلق، اياد علاوي، سليم الجب، كلهم، اثيل النجيفي، اسامه النجيفي، كلهم بدون استثناء ما عندهم يعني حسنه واحده وانجاز واحد نذكره في سبيل من يرشح نقول لك فلان لا عنده انجازات، كان وزير ماليه او وزير نفط او وزير زراعه، عمل بجد، وهاي القائمة زينة، وهاي الكتلة زينة، كلهم بدون استثناء، لا صدريين ولا سائرون ولا كل بدون استثناء ناس فاسدين وسراق وحرامية ومزورين. زوروا من الانتخابات السابقة اللي كانت المحافظات الستة اللي انتفضت، وكانت أيضا يعني عندها مطالب شرعية 13 مطلب، وتم تدميرها على ايد المالكي، فقاعات وغيرها، وترب المحافظات كلها، وما صارت عندنا انتخابات نهائيا. كل المحافظات السنية كانت متهجرة، ورغم عن ذلك مشوا الانتخابات وزوروها واخذوها لهم. وحاليا احنا هنا بالجنوب
هم يعاني من يعني هسه من 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 ظلم واضطهاد وخطف وغيره، فيتوقعون هالجنوب يقول لك احنا ما راح يصير عندنا انتخابات ولا نخلي مراكز انتخابيه لان ما سووا لنا فتشي، فايضا راح يهم يدوروها بالجنوب ويمشون الحكومه هاي رغم عن انوف المجتمع العراقي. المطلوب الشعب العراقي كله يصحى من الغربيه للشمال للجنوب ان هاي الطبقه السياسيه الحاكمه صار لها 17 سنه ما منها خير بعد، يعني ماكو عندهم اي شيء يريد يقدمونه، لو اكو بيهم خير كان قدموه هاي السنوات الراحت وكان بنم مجمعات وبنم مستشفيات وبنم شوارع وبنم مصانع ودعمهم الزراعه بالعراق ودعمهم الصناعه، لكن هذول جايين يدمرون العراق والمجتمع العراقي، يعني ما يهمهم بس يسرق، لا يريد يقتل العراقي الشريف، اي عراقي شريف سواء سني او شيعي يطالب بوحدة العراق ويطالب بخدمات ويريد يعيش بكرامة، هذا ينقتل، هذا لازم الكل يصير تبعية إلى إيران في سبيل يعيش، لكن يعيش على ما هم يريدون مو كشعب يريد يعيش بحرية ويعيش ديمقراطية وغيرها اللي يحشون بيها ويكذبون بيها. يعني ننتخب المالكي، تسمعني أستاذ أفل؟ أي وياك أخوي. يعني المجتمع هسه ينتخب المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي وغيره وذول الاسماء اللي موجوده صار لها 17 سنه، يعني شننتخب من عندهم؟ ناس فاسدين وسراق وسرقه من المال العام، وحاليا العراق مطلوب كل هذه الخيرات اللي عندنا، نهر دجله والفرات والاراضي الزراعيه واليد العامله والناس اللي الدرجات العليا من الشهادات اللي يريد يشتغلون ويخدمون البلد، والنفط الموجود عندنا والغاز وكل شيء عندنا، احنا هاي صحراء الانبار كل شيء عندنا، فوسفات كل شيء عندنا موجود وحديد وكل شيء عندنا، لكن انسان شريف يحكم ويعمل بجد في سبيل ينهض بالعراق ما عندنا الشخص اللي عندنا بالثقه به نهائيا، ما عندنا ثقه بكائن من يكون، ناس دمرونه. يعني هسه شوف، يعني هم خاف يقول لك احنا سوينا هاي 17 سنه يعني بناهم فتشي، الشوارع اللي بناها صدام، المدارس اللي بناها صدام، المستشفيات اللي بناها صدام، الجسور اللي يعبرون عليها بناها صدام، المصانع اللي دمروها بناها صدام، ماكو فتشي، الوزارات اللي قعدون بيها اللي بناها صدام، كل شيء اللي بناه صدام والحكومه السابقه هم قاعدين بيها هسه، القصور المطار ما بناهم فتشي، ما سووا فد انجاز يعني واحد يذكره لهم انجاز حقيقي، يعني بناء هاي المجمعات المتطوره بكل بلدان العالم جاي تبني مجمعات وسكك وشوارع ويوسعون بالعاصمه ويبنون مجمعات حلوه ويبنون مصانع ويبنون ويدعمون الزراعه والصناعه والمعامل، لكن العراق يعني جايين هاي الفئه يريد يدمرون ما موجود به، وفعلا هو هذا الموجود، دمار وطائفية وعنصرية وسجون مليانة، يعني ما نتأمل من عندهم أي انتخابات، اللي أنا يعني لي نفس أروح أنتخب فلان، من هو هذا الشخص السني السياسي السني اللي راح يبهرنا بإنجازاته؟ ماكو أي شخص، ما عندنا أي شخص ولا عندنا قائمة حقيقية وطنية تريد تبني وتخدم البلد، ما عندنا إحنا كسنة، ولا أنا أصور أخواننا الشيعة عندهم فد شخصيات مرموقة راح يبنون ويعمرون، كلهم فاسدين، لازم نخلص من الطبقة السياسية ككل، ما بيهم واحد شريف ولا بيهم واحد خلالة طابوقة بأي محافظة. نعم، شكرا لك أخ صباح. أم أزهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وحيي هاي القناة العربية العظيمة العراقية وعامليها. بالنسبة أنا أتعجب على الناس اللي قاعد تتصل تقول كل شيء ما سوونا، إحنا نعرف من 17 سنة هذول المتآمرين إجوا يمحون هذا البلد ويحطمونه ويقتلون شبابه ويقتلون أطفاله، لكن أنا أقول الشباب والشعب إذا يريدون الحياة من صدق لازم يلتحمون من شمال للجنوب حتى يتخلصون من هاي القذارات اللي اجت لنا من أمريكا وإيران.
امريكا هم خالين عينهم على امريكا راح تساعدهم، امريكا تدور مصلحتها وجابت ايران حتى تحطم هذا البلد حتى تقتل هذا الشباب وتحطم كل ما موجود به وحطمت وقتلت كل ما به والطيبين والشرفاء كلها بالسجون من نساء الى هاي. بس انا بس ادعي الى الناس الطيبين، الناس اللي يحبون بلدهم من صدق، خلي يتعاونون من الشمال للجنوب، من الشمال للجنوب، ويتوحدون قدوة واحدة، يصيرون ايد واحدة حتى نقدر نخلص من هالقذارات الموجودة. اذا بس هالمتظاهرين يطلعون من كم محافظة كم متظاهر، ما ينفع هذا الشيء ما ينفع، لانه دا يقتلوهم كلهم دا يقتلوهم. بس المفروض اذا كاتفة والجمعة ومن كل المحافظات هذول مثل الجبان كلهم يخافون اي قوة ما تجي مثل قوة البشر. اذا اراد من صدق ان يحرر هذا البلد يتعاونون من صدق ويحررونا من هذول الاوباط اللي جونا الايرانيين اللي القذرة من هادي العامري الى المالكي الى الجعفري الى كلهم اللي اجوا، كلهم هذول امتياز من ايران. دزتهم ايران حتى يحطمون هذا البلد حتى هي تستفاد، لان نفطنا وكل خيراتنا الى ايران، معصتنا ايران من اول للتالي، وهي هذا رادتها من اول للتالي، وامريكا سلمتها مثل من طبق من ذهب. فانا دعائي الى رب العالمين الى كل الشعب العراقي اللي يحب هذا ان يلتحم وان يكون قدوه واحده وان يناهض وحتى يقتل هذول الجراثيم الموجودين، لا بس هذول المتظاهرين وحدهم، لازم الكل، اهل الجنوب واهل الوسط واهل الشمال واهل الرواندي واهل الكل يلتحم، والكل يصير ثورة عارمة، يعني حتى نخلص من هالجراثيم وهذول الأوباش اللي اجونا. وانا اشكرك. شكرا لك يا مزهر. نتحول الى رسالة واتساب او رسالة وصلتنا اليوم، تقول: السلام عليكم استاذ، انا ابو محمود من الرمادي، حياك الله اخويا. نطالب من حضراتكم ايصال صوتنا الى رئيس الوزراء بمعرفه مصير ابنائنا المغيبين في سيطره الرزازه. استاذ افا، سمعنا اخبار يقولون اثروا على سجن بالفلوجه، صدق استاذ؟ والله تعبنا وانهارت اعصابنا، خلي هاي الحكومه تحس بهالي المعتقلين، والله ابرياء فرحوا الاهالي واطفالهم باطلاق سراح ولدهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة أخرى إلى مصطفى الكاظمي: لو كنت شريفا وعندك ضمير شريف وشرف وإحساس، أبعد الحشد الشعبي وأعمل جيش عراقي من أبناء البلد وأخرج الإيرانيين من العراق، وكن قائدا للوطن والشعب وشوف شلون راح يحترموك العراقيين والعالم أجمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. عندي رسالة أخرى تقول: يغلقون الطرق على أهل الشهادة حتى لا يكتشفون جرائمهم بهم، أين كان الجيش والشرطة الأمن وغيرها؟ أين أنت أيها الكاظمي؟ هي هاي هيبة العراق، ما ذنب هؤلاء الأهالي؟ لو كنت أنت بمكانهم مش راح تسوي؟ الله يرحم الشهداء، والله دم الشهادة لم يذهب هدر، ستكونون أنتم مكانهم بأسرع وقت بإذن الله تعالى، ومصيركم قريب جدا. ممتاز. رسالة أخرى: السلام عليكم أخواني، أنا متواصل وياكم ومتابع قناة الرافدين. رسالة أخرى: السلام عليكم، تحية طيبة أخ أفل. محافظ صلاح الدين خابص نفسه ومسوي خلية أزمة على مود انفلونزا الطيور، وهناك مقابر مغدورين ومقابر جماعية وضحايا الميليشيات يوميا تظهر للعلن. مأساة العراق هي بالذيول، وخاصة ذيول السنة. أبو يوسف من الدنمارك. رسالة أخرى: أبو عارف من بابل، تحية طيبة لقناتكم ولكم. أنا عندي تساؤل: لماذا يسمون أنفسهم بالتشرينيين ومقدمين بقوائم للترشيح للانتخابات القادمة؟ وأقول لهم: من قتلكم وقمعكم بأقدر الأساليب وأنتم تنادون بحقوق مشروعة، كيف يمكن أن يتحملكم وأنتم تنازعوه القرار داخل البرلمان أو الحكومة؟ ومن الذي أوهمكم أن هناك ديمقراطية في العراق؟ هؤلاء لا ينفع معهم إلا ثورة شعبية عارمة تطيح بهم وحكوماتهم وبرلمانهم، أما المحاولة للتغيير بما بني على باطل فهي مستحيلة.
السلام عليكم أستاذ أفل. أي انتخابات اللي هي عبارة عن تدوير للنفايات والقاذورات اللي أتت بها أمريكا الملعونة من مخلفات القمامة ومجارف الصرف الصحي؟ السلام عليكم أخوي العزيز. كل شيء ما ردنا، بس ردنا وطن خالي من الأحزاب والمحاصصة، وطن حر. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. العراق متجه نحو الأسوأ اليوم. العراق بعد 18 سنة من الاحتلال وقع بيد أعداء العراق والأعداء، وهؤلاء لا ترى منهم نور ولا رحمة، وهؤلاء قطعوا عهد على أنفسهم لأسيادهم تدمير العراق وتمزيق شعبه، ونجح مخططهم القذر بعد تخلي أهل العراق عن مسؤولياتهم أمام الله والشعب. تبعى والرشاوي وترسى وحلوقهم من هؤلاء السفلة عملاء إيران وأمريكا من أموال الشعب، لكن إرادة الله فوقهم يمهل ولا يهمل. السلام عليكم أستاذ أفل، أنا أبو راقية من ديالة. بالنسبة للانتخابات مزورة وباقين نفس الوجوه بالحكم، بس نريد ثورة حقيقية ونسحلهم. وشكرا لقناة الرافدين. رسالة، السلام عليكم، منكم مساعدتكم في نشر مظلوميتنا. نحن مجموعة من الشباب من العراق، محافظة ميسان ناحية المشرح. سابقا كنا نعمل بهيئة المشاريع النفطية، وبعد إكمال المشروع وهو مستودع العمارة لقد وعدونا على تعيين من ضمن شركة الخطوط والأنابيب التابعة لوزارة النفط، وبعد عدة مراجعات تفاجأنا بقدوم مجموعة من الشباب من غير محافظات وبعض من محافظة ميسان ومن غير القضية والنواحي. هؤلاء تابعين إلى أحد الأحزاب الإسلامية وهم من جماعة تيار الحكمة، وهذه شركة مديرها العام من تيار الحكمة. تظاهرنا بباب المستودع ورفضوا طلبنا، وتظاهرنا يوم 17/1/2021 وتعرضنا للضرب والإهانة من قبل العقيد عبد الزهرة عبيد، ولدي تصوير يثبت ما حدث. للعلم قدمنا شكوى للمفوضية العليا، ولحد الآن كل شيء ما حصلنا. أتمنى أن تنقلون هذه وتنقلون مظلوميتنا، جزاكم الله خير جزاء. مشاهدينا الكرام، رسائل كثيرة توصلنا من المشاهدين ما قدرت أكملها، أعتذر منكم. أكو ناس تتصل ببرنامج ما قدرنا نستقبل اتصالهم ليضيق الوقت، لكن وجدت اليوم حالة من اليأس عند بعض المتصلين من الوضع بالعراق، وكأنما أنه هو مسلم أمره إلى هؤلاء. لكن أحب أقول له عمرها ما دامت غيرهم حتى تدوم لهم، وذولا ما راح نخلص من عندهم، لا هم ولا اللي يجوا وراهم. إذا مو الشعب قام يفكر أنه أنا عندي حق بهذا البلد ولازم أخذه. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، باكر في أمان الله.